البارحة مصيبة كبيرة بالفرشة دكتور. ما بستغرب أبدا، المصايب ترقد وراك دوما. وشو صار معك؟ نسيت تتبسمل وأجا العفريت؟ لا دكتور لا، أقوى من هيك. أقوى من الونسة مع العفاريت؟ إيه والله دكتور، خبرني لشوف. وأنا نايم امبارحة لبت بدون قصدي على بطني. ايه وبعدين؟ لا بعدين ولا قبلين شه، وين المصيبة؟ دكتور، النوم على البطن مش كويسة أبدا. وليش بقى؟ لأنه الله ما بيحبها. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مضطجعا على بطنه فقال: إن هذه ضجعة لا يحبها الله. يا طيب، وليش الله ما بيحبها؟ لأنها نومة أهل النار، يعني نومة جهنمية دكتور. والرسول بس كان يشوف واحد نايم على بطنه كان يرفسه بإجره. الرسول كان يرفض؟ إيه والله يا دكتور. عن أبي ذر قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع على بطني، فرقضني برجله وقال: يا جنيدب، إنما هذه ضجعة أهل النار. عن أبي أمامة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل نائم في المسجد منبطحا على وجهه، فضربه برجله وقال: قم واقعد، فإنها نومة جهنمية. النوم على البطن من الشيطان الوسواس الخناس دكتور. انت ما في بمخك الا الشيطان، انت مريض بالوسواس يا اسلام. لا دكتور، انا مريض بسنة رسول الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه نام على شقه الايمن. ولك يا اسلام، الزلمه كان بينام على جنبه لانه بهديك الايام كان ياكلوا خروف محشي ويروحوا على النوم، وكانوا يحاولوا يناموا بوضعيه ما بتضايق المعده. ايه والله ممكن يكون معك حق دكتور. شايف كيف الاعجاز العلمي عند الرسول؟ كان عارف انه هذا الشيء مش منيح. اسمع اسمع القصة دكتور. هات لنشوف. مرة من المرات عزم الرسول اصحابه عند بيت عائشة، فقال رسول الله: يا عائشة اطعمينا. فجاءت بحشيشة. لعمة، ليش الرسول وزلمه كان بيحششوا؟ لا دكتور، هاي اكلة برغل مع لحمة، خليني كفيلك. فجاءت بحشيشة فأكلنا، ثم قال: يا عائشة أطعمينا. فجاءت بحيسة مثل القطاط فأكلنا. حشيشة وبعدين حيسة؟ لعمة، شو هالحيسة؟ يعني أكلة حلو من تمر ودقيق وسمنة. هاي قنابل. ثم قال: يا عائشة أسقينا. فجاءت بعص من لبن فشربنا. ثم قال: يا عائشة أسقينا. فجاءت بقدح صغير فشربنا. ايه منيح ما انفزروا من الاكل. وبعدين واحد من اللي اكلوا راح على المسجد ونام على بطنه. ايوه، اجى الرسول ورفسه. ايه دكتور، الرسول كان يعرف انه النوم بعد الاكل على البطن مش منيحة، يعني جهنمية. سبحان الله، فعلا اعجاز علمي. شايف كيف دكتور؟ شايف؟